بعض ناس يعني ما بعد النزوح ناس فقدوا بيوتهم بسبب حرق او تفليش نقول، او بعض ناس فقدوا اشخاص مثل الاب الام الاخ، هاي الشغلات اثرت على نفسيتهم. بعض ناس صابتهم الكآبة، بعض ناس صابتهم الصدمة واستمرت وياهم الى الحين هم يعانون من عندها ويراجعوننا للمركز. احنا من طبيعة شغلنا موجود عندنا، والشيء الاساسي الشيء اللي يوصلنا للناس هو زيارة المخيم. من خلاله راح نعرف شكاوى الناس وراح نقيم حالاتهم النفسية، وبعد ما عرفناهم بشغلنا وتواجدنا وموقع المركز بدأوا يراجعونا.